ممكن ياخد اجازه، ممكن ياخد اجازه، ولو راح الصندوق وعالجوه ما تتحسبش عليه مثلا او تتكتب في ملفه؟ لا يبقى السر في الصندوق مثلا. اه يا فندم، اه يا فندم. يا فندم بصراحه انا مش عارف، احنا هنحتطب على المدمن ليه يعني؟ واحد مش عايز تعالج، واحد هو بيسيب نفسه مفرط. انا بطلب عليه، انا صراحه مش عارف، انا بطلب عليه تماما. ده فاسد لابد من جرده. هو راجل مش عايز يساعد نفسه، احنا هنطلب عليه، هنساعده. احنا هنقعد نديله مبررات ان هو يشرب مخدرات، سواء بيسوق عربيه بتاعت اطفال وجرائم جاي بيهم، اقعد اطلب عليه عشان ما ينفعش يا جماعه. والله الكلام ده انا مش عارف، انا مستغرب بصراحه، مستغرب بجد. انا كنت فاكر احنا كلنا في اجتماع كده هنقول بنكر هذا العضو، احنا كمان مش عارف يعني. شكرا سياده النائب. طبعا بقول لك شكرا سياده النائب، الله يخليك.